السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا دائما في احسن الحال والاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم الطاجين ديالي، الطاجين ديال الغنمي. كيف كتشوفوا معايا راه كيجي تبارك الله رائع، وكيجي معلك لذيذ بزاف بزاف بزاف. بغيت غير نشارك معكم طريقتي الخاصه، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، علاش لا. كيف كتشوفوا معايا راه طاجين بالبرقوق والزبي وزينته بشويه ديال الزيتون ومطيشه صغيره، وان شاء الله يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوناش باللايكات والاشتراك ديالكم، يوم مشتركش في القناه مرحبا بي، والتعليقات ديالكم زوينين. اول حاجه كنبدا بها هنا، راه ديجا درت الطاجين ديالي سخن، درت واحد شويه ديال زيت المائده، الا عندكم زيت الزيتون يكون احسن، انا ما عنديش. المهم كندير غير شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه مع اللحم، وكنخليه بدا كيتشحر واحد شويه كيف كتشوفوا معايا. كنشحر دوك الحيمات ديالي، كنبقى كنقلب فيهم حتى يتشحروا كيف كتشوفوا معايا. اول حاجه هنا كنحتاجو، عندي واحد الحبه ديال البصله البنات، البصله ومشلضه رقيقه، وعندي البصله صاينه، وعندي شويه ديال البرقوق اللي غسلته بالماء السخون هو والزبيب، وعندي شويه ديال الثومه محكوكه، وهي ضروري بالعطريه حتى هي كيف كتشوفوا معايا. غادي ندير العطريه ديالي في الطاجين، بعد ما غيتشحر اللحم من الجهه الاخرى غادي ندير له عطريه ان شاء الله. العطريه كنحتاجو فيها البنات، اول حاجه كنديروا راس معلقه صغير ديال الابزار، وعندنا راس معلقة صغيرة بطبيعة الحال ديال الخرقوم، وعندنا راس ديال المعلقة ماشي بزاف، شي شوية ديال سكنجبير كتشوفوا معايا. دائما غير راس ديال المعلقة، ما تكتروش بزاف العطرية. وعندي راس معلقة ديال القرفة كيف كتشوفوا معايا. هذا الطويجين هذا ضروري كتدخل صافي. غادي نقلب اللحيمات ديالي في هذيك العطريه كيف كتشوفوا معايا، بعد ما تغلي تحت شحيره خفيفه تقريبا غير واحد نص دقيقه تقريبا، وكنزيد على هذيك الثومه ديالي المحكوكه كيف كتشوفوا معايا البنات. وغادي نزيد هذيك البصله ديالي اللي مشلطه، سمحوا لي على الازعاج البنات، راني ساكنه حدا الشارع كيف كتشوفوا معايا. غادي نزيد هذاك البصيله ديالي، غندير واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، واحد شويه غادي ندير هذيك البصيله ديالي اللي مخليتها هكاك صاينه كم صغير، وراها هكا كتجي زوينه تبارك الله في الطاجين. واخا شفتوها كتبقى هكاك راه كطيب، يعني كطيب خصكم ديروها من الاول باش يلاه طيب مع اللحم كيجيو هما هذوك صافي. وغادي نسد على الطاجين ديالي ونخلي حتى يبدا كيدخلوا الطياب. ها هو الطاجين ديالنا البنات، بعد ما دخلوا الطياب شويه، يعني ماشي مازال ما طابش، وانما غير بدا كيدخلوا الطياب اللحم والبصله، كنزيد هذاك البرقوق ديالي حتى هو كنديرو حتى هو خضر كيف كتشوفوا معايا. كنبقى كنحط غير عشوائيا وصافي، كنزين به من الفوق، كنحطو حب كل حبه في جهه كيف كتشوفوا معايا. ماشي شي حاجه اللي جديده عليكم، غير بغيت نشارك معكم طويجنات ديالي وطريقتي كيف تندير ليهم وصافي، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله البنات. غادي نبقى مستمره نكمل كاع ديك الكميه اللي عندي ديال البرقوق، وغندير هذاك الزبيب حتى هو في الوسط، الزبيب كنديرو غير من الفوق.
غادي نزيد شي حبات ديال المطيشه الصغيره باش تعطينا المنظر وتطلق لنا شويه ديال لاصوص في الطاجين ديالنا كيف كتشوفوا. المهم انا غير كنحطها عشوائيا كيف قلت لكم، وغادي نزيد شي حبات ديال الزيتون صافي. وكنخلي الطاجين ديالي طبعا على خاطرو على النار مهيله بطبيعه الحال، يعني راه كتكون قليله بزاف باش ما يتحرقش لينا، وطبعا على خاطرو. هذا هو الطويجين ديالي البنات، هو خدام كيطيب راه ما بقى الوال، وان شاء الله يوجد كيف كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه ديالي وتجربوه علاش لا، والا عجبكم ما تنسوناش بالتعليقات الزوينين ديالكم واللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك معنا مرحبا به وشكرا.